هاتف السفير حسام القويش متحدث باسم مجلس الوزراء. معالي السفير مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، تحياتي. الله يخليك، اهلا بيك. قل لي متى سيبدا توريد الرز؟ يعني كنت عايز بس اوضح نقطة حضرتك اشرت اليها بخصوص سعر طن الارز، هو 2400 طن للحبة العريضة و2300 للحبة الرفيعة، وده استلام الارز الشعير. الشعير يعني فاسم الشعير لسه قبل ما يخش المضارب. قبل انه بيتم استلامه من المزارعين كارز شعير، وطبعا هيتم توريد احتياج الحكومة، وده هيتم توريده من المزارعين بشكل اختياري، بحيث ان الحكومة احتياجها بيصل الى 2 مليون طن ارز شعير، لان هو ده احتياجها في اطار ما تقوم الحكومة بتوفيره في البطاقة التموينية والمجمعات الاستهلاكية. طبعا تحديد الارز سعر الارز والطن ب 2400 و 2300 من الان، لانه هناك تجربة حضرتك اشرت اليها حدثت في هذا العام، من حيث ان حينما تم فتح باب التصدير لكميات محددة كان المفترض ان يتم الالتزام بها من تصدير كميات الارز التي كانت متواجدة بالفعل داخل المخازن، حتى لا يضار المزارعين من تخزين هذه السلعة القابلة للتخزين لفترات طويلة، وتم تصدير كميات اكثر مما كان من المفترض ان يتم تصديره، وادى هذا الى حدوث فجوة داخل السوق المصري. قامت الحكومة في اعقابها ببدء استيراد رز من الخارج لتغطية هذه الفجوة، بحيث لا يتم استغلال السوق ورفع سعره الى اسعار غير مبررة. وصل طلع 9 جنيه. كان وصل 9 جنيه. الو اي فندم. نعم سيادتك، وصل لي السعر اللي حضرتك بتشير اليه، ولكن طبعا مع ضخ كميات من الارز المستورد تم عودة الاستقرار لسعر الارز الى السوق المصري، وما اعلنته الحكومة الان مبكرا بانها ستقبل طوعية توريد استلام الارز من السفير. ممكن اسالك اسعار المعلنة وبالكميات المعلنة، بحيث انه ولن يتم السماح بتصدير الارز، لان ده هيوفر بداية الكميات اللازمة للسوق المصري، وايضا هيوفر عمل وتشغيل المضارب القطاع العام بكامل طاقتها، لان ده ايضا جانب مهم في الثوره الاقتصاديه، وبيحافظ على اسعار هذه السلعه طوال العام. سيد سفير، هو السعر العالمي لطن رز كام؟ لا يعني انا مش حاضر قدامي اسعار السعر العالمي، ولكن طبعا الحكومة قامت باستيراد الارز من جهات اسيوية وطرحته في المجمعات بسعر 4.5 جنيه لكيلو الارز. يا فندم اللي انا بتكلم فيه ايه؟ ان احنا جينا في القمح ووافقنا ان المزارع يورد القمح للحكومة المصرية باعلى من سعره العالمي، يعني في العالم كله ارخص من عندنا. هل انت برضو بتعمل نفس الحكاية مع الرز المصري، ان توريده ب 2400 او غيره ده اغلى من السعر العالمي، ولا ده اقل منه؟ لا هو ده في متوسط السعر العالمي، اخذا في الاعتبار معادلة الدولار والجنيه المصري الان، فهي تقريبا بتتساوى مع السعر العالمي، بحيث لا يتم يعني الاقلال من العائد الاقتصادي على المزارع، ولا تكون ايضا بابا لاستغلال هذه الاسعار. فهذا السعر يمثل تقريبا متوسط للسعر اللي هو بيصعد وينزل في السوق العالمي. هذه سلعة قابلة للتخزين وسلعة نقدية كما يقال عليها في الاقتصاد، ويمكن تخزينها، وبناء عليه بيتغير سعرها، ولكن السعر ده هو تقريبا متوسط سعر العالمي، وهو 2400 للارز الحبة العريضة و2300 للحبة الرفيعة للارز الشعير. سفير حسام القويش متحدث باسم مجلس الوزراء، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وهذا الايضاح مع